السلام عليكم. توصلنا في المركز ديالنا ميديك برو بعدا من الطلبات بخصوص الاصابع الاصطناعيه. هذه الاصابع الاصطناعيه تحتاج في لا قدر الله الى وقعت شي حادثه، كاين حوادث شغل او حوادث منزليه، انه تتم البتر طرف من الاصبع. ف سي اون امبوتاسيون، اما تتقطع واحد الطرف اما تتقطع السبع كامل، جوج سبعان ثلاثه سبعان، الحلول كلها كاينه بهذا النوع من الاصابع. فكيف ما تشوفوا هذا النوع ديال لي بروتيز تيخولوا لنا انه نرجعوا الجماليه التامه ديال اليد، بحيث ان هذه مواد، انتم كيف ما تشوفوا هذه سي لا سيليكون، دونك ماده اللي هي رطبه وتتكون مريحه في اللبس. واللي رائع فيهم هو ان هذا النوع ديال لي بروتيز تيرجعوا تياخذوا كل الالوان اللي كاينه مثلا في الظفر ديالنا، لانه الى لاحظتي الله سبحانه وتعالى خلقنا على اساس في صبع واحد كاين التدريج في الالوان في الشكل. فاحنا تنحاولوا على قدر المستطاع اننا نرجعوا هذا الشكل كله نديروه في هذا النوع ديال لابروتيز. فالواحد فاش تيلبس هذا الاصبع هذا تيجي طبيعي جدا. فانا تنشجع الناس اللي خصوصا الناس اللي عندهم مشكل ما تيبغيوش يوريو يديهم، تيبقاو دائما مخبعينها، فهذا حل رائع لان تيرجع الجماليه ديال اليد وتيخلي الواحد يدير الحياه ديالو طبيعيه. فإلى عندكم اسئله اخرى يمكنكم تسولون على انستغرام ولا فيسبوك، نحن وراء الاشاره. مع السلامه.